ازيكم يا حبيباتي، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو حلو قوي، فيديو الصراحه مهم جدا. طبعا العيد قرب زي ما احنا عارفين، واحنا محتاجين كريم او حاجه تبيض بشرتنا بسرعه وتفتحها وتديها نضاره. فانا معايا كريم حلو قوي، هقول لكم دلوقتي على الوصفه. ما تنسوش بس تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات، وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. طبعا احنا هنا معانا كريم. الكريم ده اي كريم مرطب عندك؟ انا عندي كريم بوبانا بستعمله دايما الصراحه، هو كريم مرطب وحلو جدا لتنعيم البشره وتفتحها. فانا هستخدمها في الوصفه دي. جبت معلقه من الكريم ده، من كريم بوبانا، وابتدي ان انا احطه. والمكون بقى التاني معايا الحلو جدا للبشره، الخميره. معايا خميرة اللي هي بتاعت الخميرة الفورية دي، هبتدي ان هي طبعا تفضل تكون خميرة بيرة، بس انا ما عنديش الصراحة، فهنحط خميرة فورية. الخميرة الفورية دي حلوة قوي مع الكريم، هبتدي ان انا اقلبها. بس انا محتاجة اعمل كمية حلوة عشان انا هستخدمها من دلوقتي لحد العيد، يعني مش هستخدمها قبل العيد على طول، هستخدمها في الفترة دي بحيث انها تجيب معايا نتيجة سريعة. انا بستخدمها دايما بس بقالي فترة يعني ما عملتهاش. هبتدي ان انا احط كمان معلقة كريم كده زي ما انتم شايفين، وبرده هحط معلقة خميرة كمان، يبقى معلقتين كريم معلقتين خميرة حسب الكمية اللي انت عايزاها. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. طبعا انا بشرتي حساسة فمش هينفع احط نص ليمونة، لو انت بشرتك بقى مش حساسة ممكن تعصري نص ليمونة وتاخدي العصير بتاعها وتحطيه على المكونات دي. فانا هستعمل بدل الليمون يعني هستعمل زيت جوز الهند. زيت جوز الهند حلو قوي للبشره، فانا هحط شويه كده، معلقه او معلقتين، معلقتين من زيت جوز الهند، وهبتدي ان انا اقلب كل ده. انا عايزه الخليط ده، الكريم معايا ده، يفك كده ويدوب خالص. طبعا ممكن تحطي ميه ورد كمان، هيدي له ريحه حلوه قوي، هيدي للكريم ريحه حلوه. بس الصراحه انا ما عنديش ميه ورد، فانا عايزه افك بقى الكريم. هبتدي ان انا اجيب شويه ميه كده دافيين، ميه دافيه، وهفضيهم على الكريم ده، وهبتدي اقلب لغايه ما يفك معايا خالص ويدوب. طبعا انا فضلت اقلب لغايه ما القوام ده معايا خالص، هبتدي ان انا احط نشا، معلقتين نشا، وهفضل اقلب فيه لغايه ما القوام يتقل معايا ويبقى زي الكريم. هوريكم القوام دلوقتي عامل ازاي. الوصفه دي سحريه الصراحه، بتجيب معايا نتيجه هايله جدا. انا بستخدمها دايما لو عندي مناسبه او عندي اي حاجه، ببتدي ان انا استخدمها قبليها بفتره مثلا اسبوع، الصبح وبالليل، بتجيب معايا نتيجه هايله. زي ما انتم شايفين وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، قوام الكريم. هبتدي ان انا ادهن بقى جسمي، ادهن ايدي، ادهن وشي، اي يعني ما جميل جدا للجسم كله. هسيبه ربع ساعة على بشرتي، وبعد ربع ساعة اول ما ينشف هبتدي ان انا اغسل بشرتي. هتشوفوا نتيجة هايلة. يعني انتوا دلوقتي احنا خلاص العيد قرب، باقي عليه حاجات بسيطة جدا، فانتوا لو استعملتوها من دلوقتي للعيد هتجيب معاكم نتيجة هايلة جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا الوصفة ويا رب تعجبكم كده، واكون قدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. طبعا بقى انت لو عندك بقى علبة كريم قديمة او اي حاجة قديمة جيبيها، انا عندي علبة كريم، هبتدي ان انا اجيبها واشطفها كويس جدا بحيث ما يبقاش فيها اي بقايا لاي كريم قبل كده. وكده خلاص القوام بتاعنا خلاص كده تمام. كده هنجيب بقى علبة الكريم وابتدي افضي فيها. بصوا حبيباتي، انا جبت كده علبة عندي فاضيه، يعني غسلتها ونشفتها كويس جدا، علبه كريم فاضيه، وابتديت ان انا افضي الكريم بتاعي ده فيها. هستعملها كل يوم الصبح، ومره الصبح ومره بالليل من دلوقتي لحد العيد، هتجيب معايا نتيجه هايله جدا. جربوها تعجبكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتدعموني باللايك بتاعكم الحلو، وتشيروا الفيديو بتاعي للناس كلها عشان يوصل اكبر عدد. وشفتوا انا فضيت في العلبه، واتبقى معايا كمان كميه، هدهن بقى بيها بشرتي وجسمي. و